برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تم اليوم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز معرض إبداع للعلوم والهندسة إبداع 2020-21 في نسختها 11. 150 مشروعا وصلت للمرحلة النهائية من بين 51 ألف مشروع مشارك من مختلف مناطق المملكة. المزيد عن هذا الحدث في لقائنا مع الدكتور نزيه العثماني نائب الأمين العام لموهبة. دكتور نزيه، شكرا لوجودك معنا، وأكيد هذه فرصة نتعرف على معرض الإبداع وفكرة المنافسة اللي متقدم لها ما شاء الله تبارك الله 51 ألف مشروع في هذه السنة. الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو واحد من 19 مشروع مختلف تقدمه مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين. مسابقة في الابتكار والبحث العلمي تقام سنويا بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، يقدم فيها الطلبة الذين عملوا في الصيف السابق على مشاريع بحثية وابتكارية في 22 مسار علمي: طاقة متجددة، فيزياء، كيمياء، طب حيوي، ذكاء اصطناعي، ويدخلوا في منافسة يتم تحكيمها من حوالي 67 حكم من جامعات ومراكز بحثية وشركات، لتمر بحوالي 6 مراحل. نحن اليوم احتفلنا بإعلان نتائج المرحلة السادسة، اتفلتروا من 151 ألف وصلوا إلى 300 و150، والآن اخترنا أفضل 35 مشروع فيها. بعد كده حناخذ ال 35 مشروع في معسكر لعدة أيام لنختار أفضل 30 منها ليمثلوا المملكة في مسابقة آيسف للعلوم والهندسة، اللي هي مسابقة سنوية تقام في الولايات المتحدة بمشاركة 90 دولة، حوالي 2000 و2500 طالب من خيرة طلاب العالم يتنافسوا بمشاريعهم، وطلابنا هذول ال 35 30 منهم حينافسوا العالم إن شاء الله. وسنويا الحمد لله بجهود طلابنا وإمكاناتهم وإبداعاتهم، طلابنا دوما في المراكز العشر الأولى على مستوى العالم في هذه المسابقة الدولية. ما شاء الله تبارك الله، وأكيد هم قدها وقدود. طب خلينا نتوقف عند معايير التحكيم في هذه المشاريع دكتور نزيه. هناك عدة معايير مطبقة، هي نحن بنطبق نفس المعايير المستخدمة في مسابقة آيسف الدولية، تركز على المحتوى العلمي الذي قدمه الطالب، ما الجديد الذي أضيف في المشروع، ما مدى مساهمة الطالب في هذا المشروع، هل الطالب هو اللي قام بهذا المشروع أم أحد آخر اللي قام نيابة عنه، الفهم في المنهجية العلمية المتكاملة، فهم الطالب واستيعابه للمنهجية العلمية وتكامل المنهجية العلمية المتبعة من الطالب. الطالب يتم تحكيمه ما لا يقل عن 8 إلى 10 مرات من 10 أشخاص مختلفين، ويقدم أمامهم ويسألوا أسئلة ويجاوب، يسألوا أسئلة ويجاوب، وكل الطلبة مر 150 كلهم قدموا مشاريعهم أمام لجان تحكيم، وانسألوا وتجاوبوا، وبعدين عملنا مداولات استمرت لحوالي 7-8 ساعات ناقشنا فيها كل المشاريع إلين ما اخترنا أفضل 35 مشروع. يعني حتى لما نناقش المشروع نناقش اسم المشروع والمجال حقه ومنهجية المشروع، حتى ما نعرف اسم الطالب ولا نعرف هو سنة كم من أي منطقة من أي مدينة جاي، بس نناقش المحتوى العلمي للمشروع فقط. جميل جدا. طبعا اليوم تم الإعلان عن 35 فائز من ضمن 51 ألف مشروع الذي تقدم لهذه الجائزة. نبارك لل 35 فائز في هذا المشروع. ودكتور نزيه، لو تعطينا نبذة عن هذه المشاريع التي كرم أصحابها الأمير خالد الفيصل اليوم. هو اليوم وزعنا جوائز موهبة الكبرى، 35 جائزة كبرى للفائزين، إضافة لبعض الشركات اللي جات وشاهدت المشاريع وقامت بالتحكيم بنفسها وقدمت جوائز إضافية للمشاريع التي ناسبتها، فكان عندنا 67 طالب وطالبة هم اللي فائزين. وبمناسبة يوم المرأة العالمي 67، 44 منهم بنات و23 أولاد. المشاريع في الطاقة المتجددة، في الطب الحيوي، في استخدام الطاقة النظيفة، زيادة كفاءة النفط، مشاريع كلها واعدة حقيقة ومتميزة تنتظر الاستثمار فيها. عندنا شريك ريادة أعمال مثلا منشآت سيقدم دورات في ريادة الأعمال لهؤلاء الشباب لتهيئتهم لتحويل أفكارهم لمنتجات ذات قيمة اقتصادية، وهذا ما نتطلع عليه، شبابنا يثبتون كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان أن الشاب السعودي إذا
وضع لنفسه هدفا لن يرتاح إلا أن يحققه. أكيد حظر، معامل مقفلة، جامعات مقفلة، صعوبة وصول لمراكز أبحاث. بالرغم من كده الطلبة في خلال الصيف الماضي سهروا الليالي وتعبوا واجتهدوا وبذلوا جهد كبير للخروج بهذه المشاريع اللي كثير منا حقيقة إن شاء الله نتوقع لها منافسة دولية شرسة في أمريكا، ونحن قادمون إن شاء بقوة إن شاء الله الله. بإذن الله. طب ماذا عن ما بعد التكريم؟ يعني بنعرف مصير هذه المشاريع، هل مستقبلا ممكن نشوفها على أرض الواقع؟ هذا اللي نتطلع منه. طبعا اليوم سمو الامير خالد الفيصل بلفحه ابويه كبيره جدا تبرز دعمه، اعطى يعني جائزه 50,000 ريال لكل اللي فازوا بالمراكز الاول والثاني والثالث، عددهم 9 منشات. حقيقه التعاون مع منشات رياده الاعمال نتطلع انه يكون لها دور في استضافة واحتضان المشاريع ذات القيمة الاقتصادية ودعم هؤلاء الطلاب من خلال متسارعات أعمال تحول أفكارهم لمنتجات ذات قيمة اقتصادية. ندعو حقيقة الشركات، المؤسسات، جهات الاحتضان، هؤلاء ثروة وطنية اللي يشوفهم لن يعني لن يتردد في أن يسلم على رؤوسهم كلهم. شباب مفخرة، بنات مفخرة للوطن، تنتظر من يستثمر فيها، وهي دعوة الآن مفتوحة لكل جميل. الشركات والمؤسسات في مجالات التقنيات، في مجالات الطب الحيوي، الهندسة، العلوم، للاستثمار في هذه الأفكار الرائدة المتميزة. جميل جدا دكتور نزيه. طب خلنا نستغل تواجدك معنا اليوم، هل في مشروع لفت اهتمامك من ضمن 51,000 مشروع الذين تقدموا في هذا البرنامج وتحس أنه فعلا يستاهل ويستحق الاستثمار فيه؟ والله كثير المشاريع، أخاف أذكر واحد وأنسى واحد. لا، في مشاريع كثيرة ذات قيمة اقتصادية متميزة، بعضها تتكلم على رفع كفاءة الخلايا الشمسية، بعضها تتكلم على رفع كفاءة المحرك السيارة في استهلاك عدد كمية أقل من البنزين، وبعضها مشاريع بيئية تخفف من العادم السلبي اللي خارج من السيارات والمحركات. المشاريع كثيرة، بعضها تتكلم على طرق علاج جديدة للسرطان، بعضها تتكلم أصلا في مشاريع تتكلم على الاكتئاب النفسي والتعامل معه من خلال ألعاب معينة تساهم في رفع مستوى إزالة الكآبة، خليني أقول بهذا الشكل. فالمشاريع متنوعة وكثير منها ذو قيمة عالية جدا، تنتظر حقيقة، تنتظر المؤسسات التي تستثمر في عقول الشباب. جميل. الدولة تضع أموال طائلة في برامج ريادة الأعمال والاحتضان، وهذه أفكار جاهزة الآن تنتظر من يأتي ويستثمر فيها. وهذا نحن اللي في بسألك موهبة فيه. سوينا لها أوكشن، صح، يعني موهبة نحن أبرزناها وأخرجناها، هذا والدور الآن للمؤسسات أنها تجي و وهذا اللي بسألك فيه دكتور نزيه، يعني ما هو دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في القيام بمسؤوليتها في دعم الموهوبين، وهل هناك أي اتفاقيات فيما في بينها؟ اتفاقيات كثيرة حقيقة موجودة مع العديد من الجهات. أرامكو تستثمر في الطلاب، مثلا تعطيهم بعثات ومنتهي بالتوظيف، أرامكو سابق، جامعة الملك عبد الله، هيئة الفضاء أخذت مجموعة من طلبة موهبة كجهة استشارية، جميل، وبترتب لهم دورات حتى في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للطلبة والطالبات اللي عندهم اهتمام بالفلك والفيزياء والفضاء. معادن، اكسون موبيل، كيمانول، شركه وزاره الاتصالات، زين، بعض الجامعات الان زي جامعه جده، جامعه الملك عبد العزيز، الان عندهم مسار تسريعي لقبول الطلبه اللي مروا ببرامج موهبه، بحيث انه حتى ممكن ما يحضروا السنه التحضيريه في حال اجتيازهم بعض المتطلبات، ومعظمها متطلبات طلبه الموهوبين يحققوها باستمرار. هناك وعي ما موجود شاء الله ويرتفع تبارك الله. بشكل او مستمر، ونشكر يعني الاستضافه هذه واعتبروها دعوه الان للمؤسسات التي تريد ان تستثمر في العقول. رؤيه 2030 تركز على التخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. اذا اردنا ان نخفف من الاعتماد على النفط لابد ان نستثمر في العقول. هذول الطلبه الموهوبين الخريجين السابقين بعضهم الان عندهم شركات في السوق قيمتها 45 مليون دولار، بعضهم فاتحين شركات في سان فرانسيسكو، في لندن، في باريس، في دبي، بعد ما فتحوها في الرياض الان بيفتحوا فروع في اوروبا وامريكا، و
العالم العربي والإسلامي، هذول يصنعوا الفرص، هذول يخلقوا وظائف للآخرين ويشيلوا المجتمع. فهذه أكيد. الفئة اللي تستحق أنه يتم الاستثمار فيها من عمر مبكر ليصبحوا قادة المستقبل، وهم اللي يحققوا رؤية 2030 الطموحة لهذا الوطن يعني. أكيد طبعا دكتور نزيه. طب ماذا عن أهم المشاركات العالمية التي أتيحت فيها المنافسة لشبابنا؟ هؤلاء الشباب موهبة تشارك سنويا في 17 أولمبياد دولي في الفيزياء، الكيمياء، العلوم، الأحياء المعلوماتية. هناك برامج أخرى لتهيئة فرق المملكة لتمثل المملكة في هذه الأولمبيادات. الفريق اللي يطلع هناك كل دولة تختار أفضل 6 طلاب للمنافسة في الفيزياء مثلا، يروحوا 4 أيام اختبار فيزياء كل يوم 6 ساعات، وفي النهاية يختاروا أفضل الطلبة. الفرق اللي تمثل هذول يمروا ب 3600 ساعة تدريب فوق مناهج وزارة التعليم. والحمد لله السنة هذه خلال الجائحة حققنا أكثر من 41 ميدالية على مستوى العالم، وحققنا المركز الأول على العالم العربي في الرياضيات. نحن طلابنا ينافسوا دول كبرى وعلمية وصناعية في مجالات العلوم، واللي يفوزوا في الميداليات الدولية هذه جامعات العالم يعني تستقطبهم بقوة. صحيح. ما يواجهوا أي صعوبة في القبول. عندنا فوق 1500 طالب وطالبة بيدرسوا في أفضل 50 جامعة أمريكية. طلابنا الآن اللي تخرجوا من الجامعات الأمريكية بيشتغلوا في جوجل، في دروب بوكس، في فيسبوك، في 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 شركات رائدة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذول شبابنا، ونتطلع إن شاء الله نتوقع في 15 سنين الجاية نشوف إيلون ماسك سعودي من اللي مروا على برامج موهبة، ونشوف أكيد. حتى وزراء وصناع قرار متميزين من اللي مروا على برامج الموهوبين. أكيد نحن أكيدين من هذا الشيء. شكرا لك دكتور نزيه على هذه التفاصيل، وأتوقع أن اليوم حمسنا الشباب أكثر أنهم يشاركوا في برنامج نعم. موهبة تابعون. القادم راح يكون 12 إن شاء الله في السنة القادمة. السنة صحيح؟ القادمة نعم. جميل. تابعونا في حساب وسائل التواصل الاجتماعي. الآن في كنغارو موهبة، مسابقة رياضيات دولية يشارك فيها 7 مليون طالب من كل العالم، مفتوح التسجيل فيها. جميل جدا. ستقام عن بعد بمسابقة في الرياضيات، ندعو الجميع للتسجيل فيها. هل ينفع أشارك ولا لا؟ يعني أهلا وسهلا، نتشرف، ليش لا؟ إن شاء الله. أنا نفسي أرجع للدراسة. أي والله وحشتنا الدراسة. شكرا لك دكتور نزيه، شكرا على الاستضافة. يعطيك ألف عافية، بالعكس واجبنا. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة ساعة شباب، منصة متاحة لجميع المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات. وأنا بإذن الله ألقاكم غدا على خير، أقول لكم مع السلامة.